ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا رياض. رياض قول لي بقى، انت ليه بقيت مثلي؟ قصدك ايه يعني؟ مين قال ان انا مثلي؟ معلش اسف جدا، انت امتى اكتشفت انك مثالي؟ رياض باشا منور الدنيا. حبيبي يا هشام، وصلت ايه لغايه دلوقتي؟ عندنا باشا محاولة سرقة وصاحب الشهادة اتقتل. باشا رياض باشا، تمام يا هشام، وصلت ايه لغايه دلوقتي في التحقيقات؟ ما وصلناش لحاجة. وبعدين مش المفروض المحققة رانيا هي اللي ماسكة القضية دي؟ انت القائد لو عارف هيشلوحك. انا عارف انا بعمل ايه كويس يا هشام، مش محتاج تقول لي اعمل ايه. وبعدين انا شايف ان انت والطاقم بتاعك تطلعوا بره وتسيبوني انا اتعامل في القضية دي. ماشي يا باشا، اتفضل. يلا يا جماعه راح الساعه. قتلوه ازاي ده؟ تاني؟ انت عارف الامر مكنش مأثر بس على شغلي، ده كان مأثر على حياتي كلها. حتى في ابسط الامور لما بحاول ادور على وضع يريحني ما بلاقيهوش. تقدر تقول لي امثله؟ اقرب مثال ليهم حتى لما لقيت رفضت في الشغل، كنت فاكر ان حياتي وقفت على كده. حتى لما حاولت انتحر ما عجبتنيش ربطه المشنقه اللي انا هقدر انتحر بيها. حتى جربت المسدس وجربت الادويه ما عرفتش انهي دواء المناسب ليا عشان انتحر بيه. حياتي المثالي مننا مش حياه كويسه خالص. عندك حاجه عاوز تقولها في نهايه البرنامج؟ احب اعيش زي اي بني ادم طبيعي. كات. وريني شكلك كده في الصوره. لا هو قال لي لا، وريني يا عم شكلك. ممنوع يا باشا. لا ممنوع ايه؟ لا Thank you.